من أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس والتي خصصت للربيع العربي بشمال إفريقيا، أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران على أهمية الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 9 مارس الماضي، والذي جاء بدستور جديد وتصورات جديدة للعمل السياسي، مما ساهم في تحقيق التطور المنشود في جميع المجالات المرتبطة بحياة المواطن المغربي. نحن في المغرب تجربتنا هي تجربة الإصلاح في إطار الاستقرار والاستمرارية. فالحاضرون في دافوس ومن خلالهم العالم والعالم الأوروبي والأمريكي بالخصوص يجب أن يستوعب هذه الحقيقة، وهم يقولون بأنهم يعني يريدون مساعدة التجربة المغربية نظرا لطبيعتها السلمية، نظرا لاحترامها للشروط الديمقراطية، نظرا يعني كثير من المعطيات الخاصة. ومن جهته أشاد كل من رئيس الحكومة التونسية المؤقتة السيد حمادي جبالي وعبد المنعم أبو الفتوح وعمر موسى المرشحين لرئاسة الجمهورية المصرية بالتجربة السياسية المغربية. تجارب قريبة من بعضها، الوضع التونسي والمغربي، ربما الوضع المغربي الآن يتميز بنوع من السلم الاجتماعي والتجربة السياسية لهذه، لأن نحن عندنا تجربة سياسية الآن متطورة الحمد لله، ولكن علينا أن نواجه بعض الصعوبات الاقتصادية الاجتماعية. استمعت الآن إلى ما ذكره السي عبد الله بن كيران، كلام منطقي تماما عن إزاي الاستقرار والثورة في الوقت نفسه. ومن ثم الحقيقة أنا متفائل جدا بالنسبة للثورات العربية والمستقبل العربي فيما يتعلق بالمغرب. أنا معجب بهذه التجربة ومتفائل بها أيضا. ويراهن المغرب في محيطه الدولي على التعريف أكثر بالفرص الجديدة للاستثمار في ظل حكامة اقتصادية منصفة. الاستثمار يجب أن يتوفر على ذكاء في هذه المرحلة وأن يستقر بالمغرب، كما أننا ركزنا على الأمور المتعلقة بالحكامة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ومحاربة الفساد والريع اللي تعطي لهذا دافوس في حد ذاته واحد النكهة خاصة. أكيد أن المغرب الكل ينتظره بتجربته الخالصة المتميزة. وإذا كانت برودة الطقس المتسمة بتساقط الثلوج تخيم على منتجع دافوس، فإن حرارة النقاشات تظل بارزة في المنتدى، حيث يطالب المشاركون بضرورة إقرار نظام اقتصادي عالمي جديد يوازن ما بين النمو وتلبية الحاجيات الاجتماعية. الأوساط السياسية هنا بالمنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس تولي اهتماما بالغا لحضور ومشاركة المغرب في المنتدى، بالنظر إلى الإصلاحات المتعددة التي ينهجها والتي تجعل منه نموذجا يحتذى به في إفريقيا والعالم العربي. حسن طباعي، رشيد بلحاضي، للأولى، دافوس.